عندي كلام بما أنه إحنا مقبلين على انتخابات. خلي أحكي لكم شوية عن الأحزاب في البلدان العظمى. أمريكا مثلا اللي هي أهم بلد بإمكانية اقتصادية وعسكرية بها حزبين فقط. الصين البلد اللي يمثل القطب المنافس على قيادة العالم، عدد الأحزاب بها 8. روسيا يعني العظمى والقوة والسيادة اللي مساحتها ثلث العالم، عدد الأحزاب بها 5 فقط. فرنسا اللي هي أيضا التقدم والديمقراطية اللي تأثرت بها كل بلدان العالم، عدد الأحزاب بها 20 فقط. بريطانيا اللي هي أساس كل نهضة بالعالم، عدد الأحزاب بها 14 حزب فقط. وإحنا قبل مدة مفوضية الانتخابات صادقت على عدد يتجاوز 250 حزب، وما جنينا من هاي الأحزاب إلا الهلاك والفساد والويلات. يعني مع الأسف مع الأسف اللي صار بينا. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.